إخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظر بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان غتشوفوا معنا شوية محرك الريح هنايا في الطريق ديال فم الواد. الطريق علي إخوان اللي كيكون فيها زحف الرمال كما كتشوفوا، هي الآلة ديال التراكس اللي كتحيد الرملة إخوان من الطريق، باش الإخوان السائقين يردوا البال اللي كيكون الريح، يردوا البال شوية باش ما يبقاوش يغامروا، كتكون الريح ردوا البال شويه تمشوا شويه عليهم. فبالاخص في هذه المنطقه، هذه المنطقه راه نقطه سوداء ديال زحف الرمال، خطر متنوع ديال زحف الرمال كما كتشوفوا. هذا التراكس هذا راه تيحول في الرمله من بلاصه لبلاصه، هو مقابل غير الطريق هذه، مقابل غير البلاصه هذه فين ما بانت الرمله وصلت الطريق تيحيدها، ما وصلت الرمله الطريق تيحيدها. تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات والسائقين والسائقات، تحية للجميع. إخوان حنايا في اتجاه ديال مدخل مدينة العيون وطريق فم الواد، تبارك الله شوفوا هاد الكتبان ديال الرمال. هذا الإخوان بغياب واحد السرعة كتحول الطريق، واحد السرعة كتزحف وكتحول الطريق. الرملة هذه هي اللي ما عندهاش الحل، ما بقاوش ليها الحل ديالها كيفاش غادي ما يديروا ليها. الرملة كتحول بواحد السرعة، يعني بواحد السرعة فائقة، كيتحرك البرد بغياب الزربة كتحول الرملة للطريق. ونتمنوا السلامة للجميع مستعملي الطريق. تحية للجميع، تحية للجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، خليكم تتبعي القناة، خليكم متواصلين معنا باش ديما تشوفوا الجديد. تحية للناس اللي بغات تعرف الصحراء وتعرف الطريق وتعرف شنو كاين هنايا، كل يوم بنا الطريق الحمد لله ولات مزيانة، الطريق صبحت جيدة، غتشوفوها معنا ان شاء الله في بعض المقاطع نحطهم لكم في القناه باش تشوفوهم. كما كتشوفوا معنا واحد تراكس هنايا، هي خدامه، هي كتحيد الرمله من الطريق. هنا الاخوان واحد المخيم كاين هنايا، غادي نقرب شويه منه. معنا الاخوان واحد المخيم هنايا، خيم على الطريق ديال ما بين فم الواد وما بين العيون. شوفوا الاخوان الرمله فين غاده، شوفوا شدوها، هاي الرمله غاده وكتقرب الطريق، ها الرمله غاده وكتقرب الطريق لانه باش يكون الريح تمر البلاكه هي قريبه تغطي الرمله ما تبقاش تبان. الله تبان الرمليه، احنا على مقربة من الخيمة ديال الطريق فم الواد.
مدينة العيون ترحب بكم. إخوة المشاهدين كما كتشوف معنا هذه الخيمة ديال فم الواد، هي هذه اللي منورانا هنايا. تحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات. كما كتشوف معنا الإخوان هذه الخيمة هي من العيون. تحية للجميع، خليكم متابعين القناة، خليكم مسافرين معنا، تحية لكم جميعا، خليكم مع الفيديو حتى النهاية. هذا النادي ديال موظفي البنك الشعبي، هذا اللي على اليسار ديالنا، غير اللي ما ذكروه هنايا. عمال النظافة مكرفسين مع الطريق هذه، مع الرياح، مع الرملة، وشحال قدك تشطب وتحيد في الرملة بزاف. كامل وانت تشطب كدوز كترجع كتلقى رجعات من وراك. المهم كما تيقول المثل، حي شي فين يجي شي. تحية لعمال النظافة.
المشاهدين الى هنا انتهى هذا المقطع. هذا هنا وصلنا مدخل مدينه العيون. تحيه لكم جميعا، خليكم معنا وخليكم مع القناه ديالكم الاخوان. تحيه لكم جميعا والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.